شيخ، إذا قلنا أن الأذنان من الرأس، فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟ هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟ من بعض الناس على الأذن الشعر كثير. بعض الأذن يكون نعم، بعض الناس يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، وأن الإنسان إذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما استطيع ان اجزم بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حلق راسه حلق شعر اذنيه. شيخ بعض، ولكن في الوضوء ظاهر انه ان الواصفين للوضوء يقولون مسح براسه واذنيه، لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام في حلق الراس انه حلق راسه واذنيه. فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله.